أشهر القصص المرعبة اللي صارت ويا الجنود بالجيش العراقي خاصة السابق هي قصص الطنطل وقصص السعلية أو السعلوة والدبة وغيرها من القصص. كل هاي القصص تركت أثر بذهان العراقيين والناس اللي تداوم. الناس اللي تداوم بالنظام السابق تعرف شنو الطنطل وتعرف شنو الأنواع الأخرى من الجن، وهاي القصص تبقى على ذمة أصحابها، وهاي القصص كلها قصص مرعبة ومخيفة. يعني أكو جندي اختفى ما يقارب سنة كاملة وبعدها رجع، ورجع بحالة غريبة جدا، شعره أبيض ضعيف جدا. لما سألوه قالوا له أنت كنت أسير بالحرب الإيرانية؟ قال لا، أنا كنت محطوط بكهف وحتى الشمس ما تدخل علي إلا من فتحة صغيرة، وكنت أنادي وأريد أحد يعني طلعني من هذا المكان لكن ما حد يسمعني. وبيوم من الأيام صحيت لقيت الفتحة مال الكهف مفتوحة وطلعت. كل هاي القصص تداولوها العراقيين بيناتهم، واليوم جايب لكم قصة مرعبة جدا، وهي عن زواج جنية من إنسي وعراقي وجندي. لكن قبل لا أبدي بالقصة أريد من عندك تشترك لي بالقناة وتفعل زر الجرس وتذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي قصتنا. اسمي سجاد من البصرة، كنت أداوم عسكري وكانت الوحدة ماتي بشمال العراق. تدهورت الأحوال هناك وبدينا نلزم بالجبال، يعني كنت أداوم بالجبال وممنوعة هواية علينا أشياء، وخاصة أوقات الليل والمغرب، ومنها أنه إحنا نشعل النار أو إحنا نشعل الإضاءة، حتى السيجارة كنا ما نقدر نشعلها، نخاف أنه العدو اللي أمامنا يرصدنا، والمكان مرعب وخطر وموحش يكون بالليل. بيوم من الأيام مواني لازم بأحد الجبال، وإحنا كان عددنا 3، واحد من عندنا يكون نايم واثنين لازمين واجب، وبعدها واحد يروح وهيج صاير الدوام مان، يعني اثنين يلزمون واجب وواحد يروح ينام حتى يستراح. مالتنا المكان اللي روح نستراح به هو مكان صاير بكهف، لكن هذا الكهف صاير يعني على شكل حرف L أو رقم 6، حتى لما ندخل لي جوا بي ونشعل إضاءة ما راح تبين الإضاءة ونرصد. والإضاءة اللي كنا نستخدمها كنا نعملها يدويا، هي عبارة عن قنينة قزاز نخلي بيها نفط ونزرف القبق مالها ونحط بيه فت خيط يكون مصنوع من القطن ونشعله ويدوم الساعات طويلة، لكن الإنارة مالته مو قوية جدا. ويوم من الأيام خلصت الواجب مالتي تقريبا على الساعة 10:30 ورحت حتى أنام واستراح بهذا الكهف. أول ما دخلت الكهف لقيت صاحبي اللي قبلي نايم، صحيته وقلت له يلا أقعد حتى تتزم واجب وأنا أنام. مباشرة أخذ سلاحه وطلع، كان بذاك الوقت ممنوع أنه أنت تنزع القيافة العسكرية مالتك أثناء النوم، مع العلم كانت درجة الحرارة عالية جدا والكهف من الداخل تضرب به الشمس يعني النهار كله، ولما يجي الليل يكون حار من الداخل جدا. فاللي حدث هنا حبيت انه انا انزع القيافة العسكرية ماتي لان كنت منتهي، وقلت ما حد راح يجي، نزعت القيافة العسكرية ماتي وظليت بس من الملابس الداخلية ونمت. وهاي الانارة كانت ضعيفة جدا ومشتعلة بجانبي، واول ما خليت راسي ووفيت هستوني اللي حدث هنا كان غير متوقع. بين النايم وبين القاعد حسيت حرارة على رجلي وتمشي، بدت الحرارة من أسفل قدمي وهي صاعدة لغاية ما صعدت على رجلي من فوق. مباشرة صحيت، ويوم اللي صحيت ناظرت لقيت أفعى ولونها أسود وكبيرة وعيونها كانت صفر. ارتعبت وقفزت من مكاني ويمي الصخور شلت صخرة وضربتها وكتلت هاي الأفعى وطلعتها ورميتها برا، ورجعت كملت نومتي وكانت نومتي طبيعية جدا لغاية ما صحاني صاحبي يمكن على الساعة وحدة حتى أنا روح ألزم واجب. لكن لما قعدت لقيت جسمي صاب عرق مو طبيعي وحرارتي مرتفعة جدا وتعبان، وبعدها مباشرة لبست هدومي وطلعت لأن الواجب يبقى واجب. وحكيت لصاحبي قلت له أنا نايم اجت على رجلي أفعى وكذا وكذا ولونها أسود وكتلتها وشمرتها. قال طبعا احنا بمنطقة جبلية وهاي متروسة أفاعي، الحمد لله انه ما صابك أذى من عدها او لدغتك، هاي تكون سامة جدا
وقاتله. كملت الواجب مالتي على أتم وجه، وبعد ما كملت الواجب مالتي تعبت جدا، اضطروا ان هم ينقلوني الفريق الطبابة. ولما انكشف علي فريق الطبابة بذاك الوقت قال ما بي اي شيء، مجرد حرارة، وطوني خافض حرارة وقالوا راح تصير زين بعد ساعات. نام وارتاح ونمت بالغرفة مال فريق الطبابة، وبعدها قعدت وكانت حالتي نفس الشيء. بعدها لما اجى المغرب رجعت حالتي الطبيعية ما بيها اي حاجة، وطبيعي جدا. المهم رحت ولزمت واجب، ويوم اللي لزمت واجب حسيت انه اكو حركة بالمكان، فسألت صاحبي كان يقول لي ماكو اي حركة، وهو كان قاعد بمكان وكان لابس يعني مثل الهدوم اللي موها في سبيل لحد يكشف مكاننا. قلت له انا راح اتسلل واروح، لمحت احد موجود بذاك الطرف وانت هنا انا خليك احميني. رحت لي غاد ووقفت وما لقيت اي احد، وكانت اكفت شفرة بيني وبين. المهم قلت له الشفرة يعني ماكو احد بالمكان، وهستوني اريد ارجع واحد يتكلم وياي. قال لي ما راح اعوفك، تعرف انت سويت ذبحت ابني. التفتت ظلت اتلفت لكن ما كنت اشوف اي بشر بالمكان، فاللي سويته رجعت وقلت لصاحبي، قلت له كذا وكذا سمعت. المهم رحنا انا وصاحبي وتاكدنا انه ماكو احد، وورا ما تاكدنا انه ماكو احد بالمكان موجود مباشره رجعنا. وهذا الوقت صار انه انا لازم ارجع وادخل لهاي الكهف او المغاره وانام، وصاحبي يجي يلزم بمكاني. رحت للكهف كالعاده ودخلت وقعدت صاحبي، لكن انا جسمي متعوب جدا ومباشره نمت. ويوم نمت وغفيت حلمت حلم، اجى علي رجل. هذا الرجل شكله يعني مو مرعب لكن ملامحه حاده جدا، وقال لي اسمع ما راح اعوفك، انت ذبحت ابني والايام بيناتنا. المهم هذا الحلم ظل يتكرر عندي كل ما اجي وانام. بيوم من الايام وانا لازم واجب، وكان وياي واحد لكن بدلوا الوجبه، وهذا الواحد كان جايبينه جديد وقاعد 24 ساعه وما يتكلم. فحبيت انه اني اتنقل بالمكان، لان احنا نسوي مثل الدوريات بالمكان، نروح ونرجع حتى نتاكد انه ماكو قدامنا فد شيء او ماكو اي تسلل من العدو اللي موجود قدامنا. فاللي حدث هنا وانا جاي اتقدم ما اعرف شلون استمر ارجع، حسيت انه اكو احد وراي. التفتت لقيت واحد واقف، ويوم اللي شفته ما قدرت اتحرك لان كان نفس الشخص اللي يجي علي بالحلم، وقال لي انا مو قلت لك الايام بيناتنا، وكان قريب جدا علي. هسه ونجيت ارفع السلاح لكن كنت احس بثقل بجسمي مو طبيعي، دفعني مباشره، ويوم اللي دفعني سقطت وبديت اتدحرج من الصخور وفقدت الوعي، وما صحيت الا واني بمستشفى ببغداد. سالوني شنو اللي صار، قلت لهم واحد دفعني، انطيت مواصفاته وشكله ولبسه، لكن الكل نفى انه موجود احد بالمكان. قال له الاحتمال انت تعثرت او احتمال انت دايخ وسقطت، لكن لما صحيت صحيت لا حرارتي مرتفعة ولا بي اي حاجة. انطوني اجازة 14 يوم، وبعدها رجعت مباشرة باشرت بدوامي، وطول هاي ال 14 يوم ما صار وياي حادث وحتى حلم ما شفت. تكلمت لاهلي قالوا احتمال هذا حلم وعابر وماكو اي شيء. المهم باشرت بالدوام لكن لقيتهم مغيرين مكاننا ورايحين المكان ثاني، وهالمرة هذا المكان هو هم بالجبال، لكن احنا نروح نستراح بمكان صاير ملجأ ان احنا مسوينه، وهو عبارة عن مكان يعني باسفل الارض بحفرة كبيرة، وهاي الحفرة مغطاية وصاير يعني فوقها تمويه كأنه ارض عادية. المهم بأحد الايام وانا نايم، وهذا كان الوقت ما استراحتي وهن ساعتين، حسيت انه اكو احد دخل للمكان وحسبت احد الجنود. فتحت عيوني وكان النعاس قوي جدا، شفت شخص واقف فوق راسي، وهذا الشخص كان طويل القامة وشكله ما اعرف شلون مرعب، ناظر علي وكان يصرخ بوجهي ويقول لي قوم وقف. واول ما قمت شفت واحد واقف ورا، لكن هذا الشخص اللي واقف ورا ما كان له ملامح مثل البشر وكان اسود باسود. فاللي صار هنا انا غمى علي وما اعرف، ولما صحيت صحيت وانا بمكان ثاني، وهذا المكان مغلق وكنت اميزه من الصخور اللي موجوده بي، وكان اكو بي اضاءه، لكن هاي الاضاءه اللي موجوده بالمكان هي اضاءه يعني عاديه وبسيطه مثل الاضاءه
اللي عندنا، لكن ما له اي فتحه. وبديت افتر اريد اطلع وماكو اي فتحه. بديت اصرخ وانادي لكن ما حد يسمعني، لغايه ما تعبت وغلب علي النعاس، وما اعرف ايش قد عديت وانا قاعد بهذا المكان. والمشكله الاكبر كنت مجرد من كل شيء، يعني حتى الحذاء اللي كنت لابسه بقدمي ما كان موجود، والقيافة العسكرية أنا لما نمت اللي هن الملابس يعني كنت لابسهن، لكن لما صحيت بهذا المكان كنت بالملابس الداخلية فقط، وأنا نايم وغفيان وتعبان وما أعرف إنه شنو مصيري ومن اللي جابني هنا. حسبت نفسي إنه أنا انخطفت. فاللي صار هنا سمعت صوت كأنه صوت زنجير ينسحب على الأرض، وأول ما صحيت لقيت واحد واقف فوقاي. هذا الواحد كان بشري لكن كان لابس قلادة طويلة وهي سلسال وتسحب للأرض، وشكله مرعب ومخيف. وصرخ بي وقال لي: مو قلت لك الأيام بيناتنا؟ ليش أنت قتلت ابني؟ هو شنو اللي سواه لك؟ قمت أقول له أنه أنا ما قتلت ابنك، وأنا ما سويت لك حاجة، وأنا ما أعرفك، وأنت منو؟ ليش جبتني هنا؟ ترى إذا يدوم بي أنا بهذا المكان أنت راح تتعاقب وتنسجن. قام يصرخ لكن هو يعني بضحك كأنه واحد جاي يستهزئ بواحد، وقال لي: أنت ما راح تقدر تخرج من هذا المكان إلا بحالتين، يا أما أنت تتزوج بنتي. وأشر وراي، ويوم اللي أشر وراي التفتت لقيت وحدة بشعة جدا: يا أما أنت تطلع ميت من هذا المكان. طليت أنا واقف وما أعرف إيش أحكي وياه، وهو هذا منه هم ما أدري. تخيلت أنه هو إنسان مجنون وكان يتكلم العربية ويخبط وياها مزيج، يعني نوبات يحكي باللكنة اللي أنا أحكي بيها ومرات يحكي باللغة الفصحى. قلت له: ما أتزوج بنتك وأنت منه وتطلعني منه غصبا ما عليك. قال لي: ما راح أطلعك من هذا المكان، لكن راح أعطيك فرصة تفكر، راح أعوفك وغادر. ولما قال لي راح أعوفك وغادر حسيت فتشي مشى على رجلي، ويوم اللي ناظرت شفت أفعى لونها أسود جاي تلتف على أقدامي، وبعدها سقطت على الأرض، وأول ما سقطت أغمى علي وصحيت. لكن لما صحيت صحيت جوعان جدا وعطشان. ظليتش كم يوم وأني ما أعرف اللي صار بي بهذا المكان، هلكت جدا وحسبت نفسي أنه أنا راح أفارق الحياة. بذاك الوقت كنت مبتعد عن رب العالمين نوعا ما، أو تقدرون تقولون بسبب المشكلة اللي أنا بيها نسيت كل شيء. كنت أفكر بس شلون راح أقدر أطلع من هذا المكان، وهم ذولا منو وذولا شنو اللي رايدينه من عدي. عدت عدة أيام لحد ما أني خلص قمت ما أقدر أتحرك، وعرفت نفسي أنه أني راح أفقد حياتي. نمت، ويوم اللي نمت سمعت صوت يهمس بداني يقول لي: وافقت تتزوجها لو تموت، يعني تخرج من هنا ميت. قعدت وكان يعني حلقي مشقق وتعبان وكنت ما اقدر اتكلم. قلت له: موافق اتزوجها. ومجرد انه انا قلت له موافق صحيت. يوم اللي صحيت كنت يعني اشوف قدامي اشخاص لكن ما كنت اميز عددهم، واشوف بيناتهم موجوده بنيه، والبنيه هاي كان شكلها طبيعي غير البنيه اللي شفتها بالمره اللي فاتت. وقال لي: خلص هاي صارت مره لك واحنا عفينا عنك لان انت قتلت ابني. قلت له: بس اريد اعرف هو ابنك منو؟ قال لي: ابني الافعى السوداء اللي انت قتلتها ورميتها من فوق الجبل، وانت بعد ما تطلع من هنا. المهم ظليت اني والبنيه بهذا المكان اللي انا ما اعرف وين صاير، وبدت تتقرب علي وانا ارجع لورا. قالت لي: لا تخاف من عندي، خليك ثابت. المهم انا كنت خايف وافتر هددتني وقالت: ترى اخلي قبيلتي واهلي يدخلون عليك، تحسبنا احنا بشر مثلكم؟ ترى احنا مو بشر، احنا من الجن، وانت هسه وافقت تتزوجني، وانت هسه زوج الي. بعدها فقدت الوعي لما سمعت هذا الشيء، لكن وانا فاقد الوعي صارت وياي اشياء كانه هاني متزوج، لكن الزواج هذا كان غصبا ما علي، لان الشخص اللي قدامي كانت يعني لا هي بشر ولا هي حيوان، وريحتها مزعجة جدا. ظليت عدة أيام بهذا المكان واني وياها، وتجي علي يعني ما أعرف أوقات وأوقات تختفي. وطول هاي الأيام اللي عشتها وياها كانت أيام صعبة جدا، وكنت آكل بقايا مال طعام
والبقايا مال الطعام هاي انا اعرفها، هي البقايا مال الجنود المثلي، وحتى احيانا تجي يعني تلفانة وما تنأكل، لكن انجبر واكلها، تعبت جدا وانا بهذا المكان، وكانت لما تختفي انادي واقول بلكي احد يساعدني، لكن لما تجي ما تقول لي انه انت ناديت او حاولت تطلع او حاولت تخرج. لغاية ما يوم من الايام سمعت صوت وانا كنت نايم، الصوت كان قوي جدا كأنه واحد جاي يمشي او يركض، وبعدها ركزت زين كنت اسمع صوت مال الناس تتكلم ويقولون خلاص احنا راح نقعد بهذا المكان، وعرفت انه اكو احد بالمكان. بديت اصرخ بكل عرض صوتي واقولهم انا موجود هنا طلعوني، وسمعت احد بالمكان يتكلم ويقول اسمعوا اكو واحد جاي يتكلم ودنيا المغرب، اخاف هذا المكان مسكون بالجن. هيك كان يقول، وانا بديت اصيح عليه واقول له المكان ما مسكون، وانا جندي، انا كذا، انا محطوط هنا، لكن الصوت ما يعرفونه منين. لغاية ما واحد اتكلم وياي وقال لي اني الضابط الفلاني، انت شو اسمك وانت هسه وين؟ قلت له اني فلان ابن فلان. قال لي انت وين؟ قلت له ما عندي، لكن انا بمكان وجحر. المهم بدوا يبحثون على المكان وهم جاي يبحثون حتى يطلعوني لان انا ما اندل اي مكان. فجأة صار صياح عالي جدا، وبعدها صار سكوت وهدوء تام، وانا جالس وكنت على اعصابي، حسيت انه اكو احد وياي بالمكان. التفتت وراي لقيت اشخاص اثنين قالوا دليتهم بمكانك ووصلوا لك، باوع ايش راح نسوي بيك، واختفوا اثنيناتهم من قدامي. عدت علي ساعات، لكن بهاي الساعات تذكرت رب العالمين وظليت ادعي واقول له يا رب بس انت اللي راح تطلعني من هنا وتنجيني. وبذاك الوقت ظليت ابكي، تذكرت والدتي وقلت احتمال ما راح اشوفها مره ثانيه. فاللي حدث هنا حسيت انه اكو احد بالمكان ويفتر، لكن مو وياي فوق. كنت اسمع صوت قوي، ملاحظ لما انت قاعد ببيت وواحد يصعد فوق السطح هيك الصوت كان يطلع عندي. المهم دلوني وطلعوني، ويوم اللي طلعوني طلعت انا محطوط بكهف، لكن هذا الكهف له فتحة صغيرة من برا وصاير شكله غريب جدا وملتوي، بحيث انا لما اصير بالداخل ما راح اشوف اي حاجة، ولا راح يدخل الي الضوء، ولا راح اعرف اني وين وبيا مكان. قدروا يطلعوني من هذا المكان، وبعد ما طلعت تفاجئوا من شكلي، كانت لحيتي عالية وشكلي مخربط، وعرفت عن نفسي وقلت لهم اني الجندي فلان ابن فلان. اخذوني وبدوا يحققون وياي ويقولوا لي شنو اللي صار وياك وحدث، قلت لهم اني كذا وكذا واني متزوج من جنية. طبعا الضابط مالنا كان يؤمن بوجود الجن ورجل صايم ومصلي، جاب شخص وخلاه يقرأ عليه قرآن، لكن ما كانت اكو نتيجة ولا اكو اي جدول. بذاك الوقت انطاني استراحة يم اهلي وقال لي انت ما راح تداوم الا تتعافى وتصير زين، وانا راح اتابع حالتك، لكن لا تهمل حالتك، ترى هواي ناس قبلك خطفهم الجن بهذا المكان. وبديت انا اتعالج يم الشيوخ، لغاية ما يوم من الأيام الجنية اللي كانت بداخلي نطقت على لساني وقالت لهم إن هو قتل أخوي واني ما راح أعوفه إلا أخذ روحه بمكان روح أخوي اللي صار هنا، تمكن الشيخ من عدها وطلعها، وأنا بعدها عشت يعني بين المجنون وبين الصاحي. حتى بذاك الوقت طلعوني من الخدمة العسكرية لأن خلص انتهيت وقمت يعني ما اقدر حتى اداوم، كنت كل ما اروح للدوام مال العسكريه مالتي تصير بي نوبات مال الصرع وتشنج، لكن هاي النوبات كانت مال خوف وهلع. احيانا بالليل اشوف قدامي مناظر ما اعرف شلونها، او انا واقف اشوف واحد يجي يجري من قدامي بسرعه وابدا ارمي يعني بالهواء او عشوائي. المهم بعدها طلعوني من الخدمه العسكريه وبديت اتعافى شويه شويه، لغاية ما رجعت حياتي طبيعية وتزوجت، لكن ما نسيت الموقف اللي حدث وياي ولا نسيت الجنية اللي كانت تجي علي، ومستحيل أنسى ريحة أنفاسها الكريهة. هاي القصة كانت من العراق وحدثت بالشمال وبالجبال اللي موجودة بالشمال. إذا عجبتكم هاي القصة ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، ولا تنسون عندي قناة ثانية موجودة بالوصف، لازم تروح وتضيف نفسك بيه، ترى إذا هاي القناة توقفت ما راح تقدر تشوفني مرة ثانية، وانتظروني غدا قصة جديدة إن شاء الله.